تحياتي، شكرا لكم، شكرا لكم على الاستجابه ديال هذا النقاش اللي اول حاجه احنا راه تطرقنا لهذا الملف مرارا وتكرارا، يعني ناشدنا السلطات المحليه عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق السلطه المحليه، عن طريق الكتابه السيد الباشا ولا السيد القائد اللي كان، على اساس ان هذا الحائط راه تيشكل واحد الخطر كبير 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 جدا على الماره وعلى الساكنه وعلى السياح اللي تيدوزوا من هنا. وتتعرف ان هذه الساحه اللي هي ساحه موريس دور، هذه ساحه موريس دور تتعرف اكتظاظ السياح باش يوريوهم مجموعه من وهذا ممر روحي، بعد اول حاجه ممر روحي لسيدي لضريح سيدي ميمون وضريح يوسف بن تشافين والكتبيه وقبور قبور السعديين اللي كاينين بالقصبه. تشوف انه يعني الاكتظاظ تاع السياح تيمروا من هنا بزاف، تشوف ان الماره اللي دايز للمستشفى ابن زهر يعني دايدوزو ديما. ثاني حاجه هذا الحائط راه ما كانش هكا، جا الزلزال هو يميل كله هو الحيط، يعني جا كله هو، واللي متخوف منه انا كاحد المسيرين ديال هذا المقهى بالحكم اللي تحكمات اللي في المحكمه وباقي احنا في القضاء، يعني باقي متخوف ان هاد الناس اللي تيقعدوا هنايا في العشيه وتيديروا ان غادي ينزل عليهم هذا الحائط هذا، يعني الا نزل عليهم هذا الحائط انا تنحيد المسؤوليه الكامله، لان قلت للسلطه المحليه درت مراسله في الموضوع، يعني راه كنت بغيت نديرها في الباقي تنقول انني غدا ان شاء الله غادي ندوزها في البيرو دور، لان ما لقيتش هذيك الساعه كانت البيرو دور ما كايناش في المصلحه، انا غادي نديرها كتابه ونحيد المسؤوليه عليا والاخلاء المسؤوليه من هذا الشيء. يعني تيقعدوا في العشيه الا جيتي لهنا بحال واش يعني لا طاح هذا الحيط ولا طاح هذا الشيء غادي يكون واحد الكارثه انسانيه هنايا، واقسم بالله الا تنهضر بالمنطق، يعني ناس ما عندهم واش ما عندهمش الضمير فاش قعدوا هنايا ولا شي حاجه لحد الساعه ما عرفتش. السلطه انا هضرت مع السيد هذا السلطه عون السلطه، اتصلت به هاتفيا قال لي راه غادي يجيب شي حواجز حديديه، هذا الشيء اللي سمعت بغا يجيب شي حواجز حديديه لحد الساعه 4 ايام هذه راه ما كاين لا حواجز حديديه لا هذه لا ديك.